بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول لك هذا واحد شريف من سكان مكة أو تقريبا من سكان الطائف، عنده بيت في الطائف. المهم معه 6 عيال ومرته، كان في أمطار في الطائف، عياله ومرته نزلوا السيل شالهم في غضون لحظة، توفوا الله يرحمه. آدمي هذا شريف من أهل مكة، وحزن عليهم حزن شديد وراح جلس في مكة، أخذ له فترة في مكة، وذاك اليوم طلع للطائف، له أخويا في الطائف يقعد معهم تكي معهم في يوم 25 رمضان، في يوم 25 رمضان. فلما جلس معهم تكى معهم، أخويا اللي جالسين معه اللي قال بروح أجيب ثياب عيالي فصلوا وغلقوا بروح أجيب ثيابهم، واللي قال المرة عندي بروح أقضي لها وأغلق لها، واللي قال أباخذ بناتي وراح أغلقهم، فحزن وراح بيته في الطائف وفك الباب ودخل البيت. فلما دخل قال هذا الزهم. يقول الليلة همسيت يا تركي أفكر في ميقاف حصل لي، وراقب الدار والمنزال فاقد الخلانك وخلي، الناس تقضي في هذا الشهر وأنا لمن يا ناس بقضي، أمشي مع الخلق أنا حزنان دمعي على خدي يهلي، يا خلي يا قلبي تعوذ من الشيطان همي تزايد جوف صدري، وحكم ربي رضينا به وسلمت أنا لله أمري، يا رب تغفر لهم يا الله يا واحد وتعلم وتدري، وبختم القوم بذكرك وتطري علي كل مطري. ندخل في موضوعنا في بعد ما سويت انا الفحص بالقلم، في شباب طلبوا مني اني افحص حتى على السيارات المرشوشة، انا فحصت على سيارة نظيفة، فقالوا طيب كيف في المرشوشة وكيف اللي عليها معجون والشغلات هذه. فبشكل سريع الان راح اسوي الفحص، راح ابدا اول شيء بالونيت هذا، الونيت هذا ما فيه معجون نهائيا، بدي بلد ما شاء الله، اذكر الله ما شاء الله بودي بلد هذا. هذا بودي بلده، بودي بلد ما شاء الله تبارك. نجي نشوف سيارة مرسوم، السيارة هذه كامري، اذكر الله لولد عمي رشناها قريب، وراح نفحصها ونشوف الآن الرش اللي فيها. فيه معجون، هنا معجون، فيه معجون كمية شوية، المعجون قوي هنا، المعجون قوي للتأكيد. نجي هنا للشنطة مثلا، هذا رشة معجون ما في، لكن رشة نظيفة شوي، وممكن يكون المعجون خفيف جدا، يعني ممكن يكون المعجون خفيف جدا. نجي هنا للجنب هذا، هذا فيه معجون، هذا فيه معجون. نيجي مثلا للهايلوكس، هذا هايلوكس 82، هذا الباب بلد، الباب بلد موديل 82 قديم جدا، شوفوا الباب بلده لون اخضر، نزيد نتأكد زيادة، بلد مقهب لكن بلد ما رش نهائيا. نجي للجنب هذا مثلا، هذا فيه معجون هنا، هذا فيه معجون، شوفوا نهائيا ما يمسك، معجون زيادة، حتى المعجون واضح ومكسر جدا زيادة. تعال هنا مثلا شوفوا
حط على الأسود معجون كمية كبيرة، هنا معجون كمية كبيرة، هذا للتوضيح.